السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة التانية إن شاء الله هنتكلم عن شابتر 2، إحنا إزاي أو الصورة إزاي هتتباعت، اللي هي تلفايزد، يعني الصورة هتتباعت إزاي عن طريق تلفزيون سيستم. أولا الصورة بتاعتي هياخدها حاجة اسمها الأسبكت ريشيو بتاعتها، اللي هي الويت تو هايت ريشيو، هاخدها برقم 4 على 3. إشمعنى رقم 4 على 3؟ يعني الويت هيبقى لو 4 أضعاف الويتس بيساوي 3 أضعاف الهايت، يعني الويتس هيبقى أكبر من الطول، ماشي، العرض أكبر من الطول، وده ليه كذا سبب. منها مثلا إن معظم الحركة بتكون في الهوريزونتال بلين، عشان كده دايما الويتس لازم يفضل الويتس يكون أكبر عشان يبان الحركة أكتر، يبان تفاصيل أكتر في الصورة. في حياتنا عموما بتبقى معظم الأحداث في الوضع الأفقي مش الوضع الرأسي، تمام؟ فعشان كده دايما الصوره يحبب او يفضل يكون الوضع الويدث اكبر من الهايت. تاني سبب ان العين بتشوف بطريقه مريحه اكتر لما يكون الويدث بتاع الصوره اكبر من الهايت، لانه بيشوف في العرض تفاصيل اكتر وبالتالي الرؤيه اريح. تالت سبب، وده مسبب مهم جدا، ان التصوير السينمائي ايامها اول ما عمل التلفزيون كان التصوير السينمائي كان بيسموه ايامها موشن بيكتشر، الصور المتحركه، كان بيسموه الكلام ده في الاربعينات والخمسينات اول ما عملوا نظام التلفزيون. يعني كان التصوير هناك برضو بنفس الريشيو، الاسبكت ريشيو اللي هي 4 على 3، وبالتالي محمل الصوره من تصوير من السينما للتلفزيون مش هيبقى فيه اي لص للفيلم اير، يعني الجزء اللي متصور. فبالتالي كان في 3 اسباب مهمه قوي خلت ان الاسبكت ريشيو بتاع الصوره مبعوثه 4 على 3. طيب يا ترى لازم يكون الصوره، مقاس الصوره بتاع اللي اتبعتت نفس مقاس الصوره اللي انا استقبلتها او اللي انا هعرضه عليها، يعني هبعت الصوره، هصور الصوره مثلا بابعاد معينه، هاجي اعرضها على شاشه اكبر او اصغر؟ قال لي مش شرط المقاس، الشرط المهم الاكيد لازم يكون الاسبكت ريشيو واحده، الاسبكت ريشيو واحده اللي هي 4 على 3، سواء كان ارسال او استقبال، والا الصوره هتبان يا اما تو ثين او تو واي، يا كبيره يا تخينه قوي، تمام، يا عريضه قوي يا رفيعه قوي، يعني مطوله يعني يا عريضه. وعشان ابعت الصورة واستقبلها كويس، احد اهم الاسباب او اهم التفاصيل اللي لازم اخد بالي منها هي السينكرونايزنج بين الترانسميتر والريسيفر. وده كده معناه المرة اللي فاتت ان بعمل سكاننج في الترانسميتر بالكاميرا بالالكترون بيم، وابعت السكاننج سيجنال مع الاشارة الفيديو سيجنال ومع الاوديو سيجنال عشان تروح الريسيفر ياخد نفس الاشارة دي يحطها على البيكتشر تيوب عشان يعرض الصورة بنفس طريقه السكاننج. وهنا بقدر اعمل هنا عن طريق الكلام بقدر اعمل سينكرونايزيشن، وبالتالي يحصل تطابق في السكاننج بين الترانسميتر والريسيفر. طيب ايه هو الايمج كونتينيتي؟ ده اللي قلت عليه برضه المره اللي فاتت، ان ربنا سبحانه وتعالى خالق عينينا تقدر تحتفظ بالضوء الساقط على الشبكيه او الاعصاب بتاع شبكيه العين، بتقدر بريزيستنس بتحافظ على الصوره بتاعتي على الضوء اللي داخل عيني لمدة 1/16 من الثانية. 1/16 منين؟ من الثانية. وبالتالي أنا لو بعت 16 صورة في الثانية أو أكتر، عيني سبحان الله رب تقدر تكامل الصورة وتربطهم ببعض كأنهم مشهد واحد. فبدأ بعد كده يبعت 16 صورة في الثانية. هو برضو أيامها كان لسه عملوا السينما، كانت السينما بتستخدم 24 صورة في الثانية، 24 صورة في الثانية. كان ايه اللي بيحصل؟ قال لي انا بعرض الصورة، لو انت لحد زمان او لحد يمكن لحد دلوقتي بيبقى عبارة عن فيلم كده فيه الصورة وفي ظهره ضوء، تمام؟ الضوء ده عليه شطر بيقفل كده، بيخفي الضوء او يخليه يظهر. الصورة موجودة، الضوء في ظهرها هينقل من الصورة للصورة التانية، بينزل شطر يطفي الإضاءة على ما الصورة التانية تيجي، الصورة التانية جت يشيل الشطر، الضوء يجي على الصورة، وهكذا. يعني في صورة، يعني في إضاءة، الوقت اللي بين نقل الصورة من صورة لصورة الضوء بيختفي عشان المشاهد ما يشوفش
اللي بيحصل او نقل الصوره من صوره لصوره. الكلام ده بيتم برينج او بريت 24 صوره في الثانيه، يعني صوره بتيجي في ظهرها الضوء وبعدين الضوء يختفي، الصوره الثانيه تيجي او ما الصوره تثبت مكانها تبقى في مكانها مظبوط، الضوء يشتغل وهكذا. بنفس الريت بالظبط، نفس الميكانيزم بالظبط، بدا يعمل الكلام ده في التلفزيون. بدا يعمل الكلام ده فين؟ في التلفزيون، بريت يا اما 25 صوره زي ما قلنا قبل كده او 30 صوره حسب السيستم المستخدم. وزي ما قلت الكلام ده بالظبط بيحصل بالظبط، بس في السينما بيعرض الصوره الضوء، انا عندي في التلفزيون بعمل لها سكاننج، فلازم اعمل لها سكاننج ان عندي كام صوره في الثانيه. لو قلنا مثلا على السيستم اللي شغالين في مصر 25 صوره في الثانيه اللي هم 50 فيلد او 50 فريم بير سكند، لازم دول كلهم يتعرضوا في الثانيه، يتعمل لهم سكاننج في الثانيه الواحده ويتبعتوا، تمام؟ ونفس الكلام يتعمل لهم سكاننج على البيكتشر تيوب في الريسيفر، تمام؟ فهو خد في التلفزيون 25 صوره بير سكند، هيعمل سكاننج ياخد زي ما قلنا الصوره اهي، ياخد الخط الاولاني وبعدين الثاني وبعدين الثالث وبعدين الرابع وهكذا. كم خط؟ احنا قلنا قبل كده 625 خط، ده كان في نظام بتاع مصر، نظام امريكي 525، وهنعرف الكلام ده كله ليه سبب وهنعرف كمان شويه ان شاء الله. فهم ال 25 صوره وكل خط فيه كل صوره فيها 625 خط، اضرب كده 25 في 625 يطلعوا 15000 وكسر، 25 في 625 يطلعوا 15625 لاين بير سكند، 15625 لاين في الثانيه. وبالتالي انا محتاج 15625 سينك بالس تخلي البيم يجي من اقصى يسار الصوره اللي هو الراستر، اللي هي اقصى يسار الراستر او الصوره بتاعتي، لحد اقصى يمينها ويرجع. الكلام ده يكون كله كام؟ يتم كام مره؟ 15625 مره في الثانيه، 15625 مره في الثانيه. الكلام ده كام يا باشا؟ ده في الهوريزونتال سكاننج. والفيرتيكال سكاننج قد ايه؟ قال لي انا عندي كام صوره في الثانيه؟ 25 صور، يعني ينزل من فوق لتحت ويطلع بمعدل مره كل 25، لا 25 صوره في الثانيه، يعني ينزل ويطلع 25 مره في الثانيه، ينزل ويطلع 25 صوره في الثانيه، يعني كل صوره لازم البيم ينزل اخر الصوره ويطلع. فانا محتاج 25 صوره في الثانيه و 15625 لاين في الثانيه، تمام كده؟ تمام كده. ده صوره التريس زي ما قلنا المره اللي فاتت اللي هو الاكتف سكاننج، وهنا ان اكتف اللي هو الريتريس، المنقط ده اسمه ريتريس. فالبيم بيطلع تريس وريتريس، التريس زائد الريتريس عباره عن كام مره في الثانيه؟ 15625. ده البلس بتاع التريس وريتريس، عباره عن تراينجل او ثوتوس سيجنال. الاشاره بتزيد، البيم بيجي من اقصى يسار الشاشه عند الصفر ويبدا يتحرك لحد اليمين لحد ما يوصل لاقصى يمين الشاشه، ده التريس، ويعمل ايه؟ الريتريس بسرعه قوي يرجع لاقصى يسار الشاشه تاني، تريس ريتريس تريس ريتريس اهو. ده البيم، ده اقصى يسار الشاشه، هي الاشاره دي معايا كده، هي دي البيم يتحرك، كل ما الفولت بتاعها او التيار بتاعها يزيد البيم يتحرك من اقصى يسار يوصل لحد ما يوصل لاقصى يمين الشاشه عند اقصى نقطه من الجوه من التيار بتاعي، هنا وصل لاقصى يمين الشاشه. جزء الريتريس اللي هو الجزء ده عباره عن فاست او سبيد، فاست ريتريس، بيرجع بسرعه قوي من هنا من اقصى يمين الشاشه لاقصى يسار الشاشه عشان يبدا البيم تاني. خد بالك مع كل لاين يخلص بيحصل ستيب لتحت عشان يجيب الخط اللي بعده. خد بالك دي التريس ودي الريتريس بيريود، دي تريس بيريود والريتريس بيريود. والزمن ده كله زمن 1 سايكل، الزمن ده كام يا باشا؟ 1 على 15625، 1 على 15625. اما نيجي نكمل نشوف ده السكاننج، احنا قلنا الهوريزونتال سكاننج، انا باكد بس ان في تريس وريتريس. في الريتريس الهوريزونتالي مفيش اي انفورميشن بتتنقل، لان اصلا البيم بيبقى بلانكت اوت بينطفي، وبالتالي ما بيلقطش اي معلومات او ما بيعملش سكان لاي معلومات وهو راجع.
الكلام ده بالظبط بيحصل في الفيرتيكال سكاننج. في الفيرتيكال سكاننج برضو البيم بينزل، بص كده هنا الفيرتيكال سكاننج، والبيم بيعمل هوريزونتال سكاننج، الفيرتيكال سكاننج بتخليه ينزل تحت مع كل بدايه خط جديد، تمام؟ فكده ده اللينير فيرتيكال تريس. الريتريس بيرجع بالصوره دي، خد بالك، لانه اصلا وبرضه هو راجع بيعمل البيم برضه بيتحرك يمين وشمال، اللي فيه هورزونتال برضه سكاننج رايح جاي، فبيعمل الصور انت شايفها قدامك. فده الريتريس، سواء كان ده التريس الفيرتيكال ده الريتريس الفيرتيكال. واكد تاني، سواء كان ريتريس هورزونتالي زي هنا هو بيعمل فيرتيكال تريس، هنا بيعمل فيرتيكال ريتريس. في الحالتين دول كان هوريزونتال ريتريس او فيرتيكال ريتريس، في الحالتين البيم بيبقى بلانكت اوت ومفيش اي انفورميشن تتنقل. هنا ده السوتوس اللي بتعمل بيها سكاننج، نفس الشكل، نفس شكل الهوريزونتال، ولكن الريت بيتغير، لان هنا 25 بيكتشر في الثانيه او 50 فريم بير سكند. انا هتكلم على البيكتشر، يبقى ده السوتوس دي معدلها 25 واحده من دول في الثانيه. ده الفيرتيكال تريسنج، ده الفيرتيكال ريتريس. الفتره ديت هي البوتوم، هي الفيرتيكال ريتريس، وده الفيرتيكال تريس، من هنا لهنا تريس، من هنا لهنا ريتريس. هنا اول الصوره، هنا اخر الصوره، هنا اول الصوره وهنا اخر الصوره الواحده. المعدل بتاع الفيرتيكال سكاني 25 صوره في الثانيه عشان يحقق اليوجن اوف كونتينيوتي، اللي هو الاحساس الكاذب بالاستمراريه. اليوجن اوف كونتينيوتي، سواء في الهوريزونتال او الفيرتيكال ريتريس، البيم بيتقفل بس بيبعت فيه بلسز شكلها فريد، يعني ما بيتكررش، عشان يحافظ على السنكرونايزيشن بين الكاميرا في الترانسميتر وبين البيكتشر تيوب فين؟ في الريسيفر. دلوقتي احنا عايزين نتكلم، احنا قلنا عدد الصور في الصوره 625 لاين. طيب جت منين بقى؟ قال لي احنا المفروض اصلا الصوره، احنا بنتكلم عن مونوكروم تي في اللي هو بلاك اند وايت، هنتخيل ان الصوره عباره عن بارز، اعمده كده افقيه بلاك اند وايت، يعني واحد اسود والتاني ابيض، واحد اسود والتاني ابيض تحت بعض. طيب يا ترى ايه هو عدد اللاينز دي، تمام، العين، بحيث العين تقدر تفرقهم عن بعض. طبعا كل ما كان عدد اللاينز اكتر كل ما كان الريزوليوشن احسن. طيب ما احنا كل ما نكتر عدد اللاينز كل ما هنزود الداتا اللي هتنبعت، كل ما نزود الاشاره اللي هتنبعت بالسكانك. فقال لي انا عايز اقصى عدد العين بعد كده ما تقدرش تفرق. طيب قال لي ده خط ابيض وخط اسود، خط ابيض وخط اسود، خط ابيض وخط اسود، المهشر ده اسود المفروض دارك ووايت. طيب وانا هتخيل جدلا ان البيم يقدر يجيب الخط الاسود لوحده بيعمل سكاننج، والخط الابيض لوحده، يعني يبان الاسود هيبان اسود والابيض هيبان ابيض. قال لي العين بقى الدس الخط تقدر تفصل، تقدر تميز بين الخطين ورا بعض لو دول كام خط في الصوره. قال لي هنعمل تجربه بسيطه قوي. التجربه دي ادي الصوره وادي الخط الابيض، ادي خط وراه خط، طبعا هيبقى في واحد فيهم ابيض والتاني اسود، الان انت بار الخط رقم ان والخط رقم ان زائد واحد، ودي ودي العين بتاعتي، ودي العين الانسان، العين البشريه يعني، وادي الزاويه بين خطين متتاليين وزاويه اسمها الفا، ودي الديستنس دي اللي هي مينيمم ديستنس بين العين والتلفزيون وارتفاع الصوره اتش. قال لي عدد الخطوط the maximum number of alternate light and dark elements lines يعني resolved by eye، اقصى عدد من خطوط عين تقدر تفرقهم هو الرقم ده، واحد على الفا في الرو، والرو عباره عن دي على الاتش، الديستانس اللي هي بعد عن الشاشه، والاتش اللي هي ارتفاع الشاشه. قال لي بالتجربه العمليه لقى ان الفا دي بواحد على 60 ديجري، هي الفا في المعادله ديت بالراديان بالدائري، هو لقى بالتجارب ان الالفا دي بواحد على 60
اما يكون الديستانس بتاعتي 4 اتش. الديستانس بتاعتي كام؟ يعني دي على الاتش بكام؟ ب 4. بالتعويض لقى ان الافكتيف لاينز كام؟ 860 لاين. يعني انا لو عندي دلوقتي صوره ارتفاعها اتش وانا واقف ببص عليها على ارتفاع، على اسف، على على بعد 4 اتش من الشاشه، عيني هتقدر تفصل او تميز 860 لاين، لاين من لاين، لاين طبعا بيتكلم عن العين الطبيعيه السليمه، تمام؟ لا هي قويه قوي اكتر من الطبيعي، ولا هي ضعيفه قوي اكتر من مش مريضه يعني. قال لي 860 لاين ده عدد كافي قوي من اللاينز. عشان كده قال لك الفرنش تلفزيون سيستم اول ما عملوه كان عنده كام خط؟ 819 خط، 819 خط. واحنا متفقين ان الرقم ده كل ما بيزيد كل ما يديك جوده اكتر، ولكن بيزود تكلفه السيستم، الريسورس بتاع السيستم، هي بياخد ريسورسز اكتر، يعني بيستخدم باندويتس اكتر، بيستخدم كتير اكتر، تمام؟ طيب لو بعد كده قال لك لا، ما هو في الحقيقه مفيش صوره اصلا، الصوره ما بتتبعت، مفيش خط ابيض وخط اسود، ولو هم 860 خط، تمام، افترض 860 خط، هتنقل منين البيم؟ يعني الصوره دي واحد فاكر الحراميه بتاع زمان كان بيطلع دايما في الافلام زمان لابس فانلة كده مخططه نفس كده ابيض في اسود، تضمن منين ان البيم بيجيب الابيض الابيض او اسود اسود؟ يعني بيقف بالظبط مظبوط على الخط الابيض وعلى الخط الاسود، احتمال كبير قوي ان البيم يجي ان بتوين الابيض واسود، وبالتالي مش هيجيبه ابيض واسود، هجيبه ان بتوين، وبالتالي الصوره اصلا مش هتبان مظبوطه. قال لا استنى بقى، وبدا يعملوا تجارب تطبيقيه، يعني جاب الناس بقى ويحطوا الصوره دي يعرضوها وتليفايزد يبعتوها للناس ويشوفوا هيفرقهم الصور قد ايه، يعني كام واحد هيشوف وهيفرق الصوره قد ايه، والصوره في كذا وضع ممكن يبقى البيم مظبوط او البيم بين خطين ابيض واسود زي الصوره دي كده، او البيم مظبوط الابيض الابيض اسود. لقوا ان من 65% ل 75% من الخطوط هو اللي فعال، والباقي اصلا ملوش لازمه. من 65% ل 75% من الخطوط هو اللي فعال الافكتف، فاللي هو الافكتف كام بقى اللي هو 860 ده، في كام؟ من 65% ل 75% من الخطوط هو اللي فعال. فلو خدنا جدلا ان هو 7 من 10 هو اللي فعال، 70% اللي فعال من الخطوط، فلا على الخطوط كام؟ 602. طيب او كمان ان في برضه احنا قلنا على الخطوط الفعال نتيجه ان مفيش اصلا صوره ابيض ابيض واسود، بس خطوط ابيض وخطوط ابيض سوداء معظمها اصلا بيبقى اب فيها ابيض واسود، ومش بالتفصيل اللي هو الخطوط ديت، ومش بين دايما ابيض واسود، في جراي وفي درجات الابيض كلها او درجات الجراي كلها، وبالتالي الصوره دي اصلا اللي هي ابيض واسود بس نادره الوجود اساسا. دي حاجه. الحاجه الثانيه دايما مش شرط يبقى البيم جاي بالظبط الابيض ابيض والاسود اسود، لا ممكن يجي البيم، حظي اللي بعمل سكاننج او الصوره تيجي والبيم يجي من خطين ابيض واسود، وبالتالي مش هيبقى ابيض اسود، تمام. الحاجه الثالثه هم بعد ما عملوا التجارب ديت قالوا استنى بقى هنعمل تجارب ثانيه، وقال لك قبل كده كان بيعمل تجارب على صوره، بيعمل تجارب على الصوره، صوره ثابته مش موشن، يعني صوره بيكتشر، في فرق بين احنا سائلين من الاول في فرق بين الفيديو اللي هو 30 صوره في الثانيه او 25 صوره في الثانيه، وبين البيكتشر اللي هي صوره واحده بس. طيب بدا يعملوا التجارب على فيديو اللي هي بيسموها موشن بيكتشر، تمام. لقوا مفيش مش اكتر من 500 خط هم اللي ليهم لازمه، مش اكتر من 500 خط اللي ليهم لازمه. عشان كده في الامريكان تلفزيون سيستم خد كام؟ 525 خط، وفي النظام اللي اتطبق في مصر خد كام؟ اللي هو اسمه ايه النظام بقى؟ كواليتي وكوست، هم عشان يوفق يعمل كومبرومايز بين الكواليتي والكوست خد 625 خط في ال 625 دي مونوكروم تي في سيستم، ده اللي مطبق كان مطبق في مصر اصلا، و 525 لاين فين؟ في الامريكان سيستم. وخلي بالك هو عوض ال 625 خط دول، عوضهم ب 30 صوره في الثانيه، يعني هو في اللي هو النظام اللي فيه 625 خط في الصوره واخد 25 صوره في الثانيه، النظام اللي واخد 525 خط في الصوره واخد 30 صوره في الثانيه. بص اهو the total number of lines has been fixed at 625 هو واخد العدد خطوط الصوره 525 خط ماشي،
because of some not higher scanning rate employed in this system. واخد scanning rate 30 صورة في الثانية مش 25 صورة في الثانية. دلوقتي هنتكلم حاجة اسمها الفليكر افكت. الفليكر افكت، وزي ما بنقول كل مرة، احنا كان الموشن بيكتشر اللي هي السينما زمان كان بتعرض 24 صورة في الثانية. الرقم ده كان كافي للإليوجن اوف كونتينيوتي، اللي هو الإحساس الخادع بالاستمرارية، اللي هو بيحول الصورة الفيكسد بيكتشر اللي هو الصورة الثابتة للموشن بيكتشر اللي هي الفيديو، وبالتالي كان شايف المشاهد بيشوف فيلم قدامه أو حركة قدامه. طيب كان في حاجة اسمها الفليكر. الفليكر ده اللي هو البربشة، عارف؟ عاوز تشوف تتخيل ايه هو الفليكر، اقعد كده بص مثلا الكمبيوتر او الكتاب واقعد غمض عينيك وافتحها بسرعه قوي، هتشوف بين كل فتحه وقفله خط صوره سودا. تمام، جرب كده معايا، افتح عينيك بسرعه قوي هتلاقي كانك شفت حاجه سودا بين كل صوره والتانيه، يعني كل فتحه والقفله شفت حاجه سودا. ده بالظبط اللي كنا بنشوفه، بس من كانك مفتحها عادي، يعني انت التلفزيون اللي بيعمل كده او السينما كانت بتعمل كده، كانت بتعمل الفليكر ايفكت ده. ليه يا باشا؟ لان كان في السينما مثلا كان بيعرض زي ما قلت دلوقتي من شويه، ان بيعرض صوره في ظهرها ضوء، اول ما الصوره الثانيه تبدا تيجي يطفي النور على ما الصوره تيجي، وبالتالي يشغل نور تاني اللي هي الاضاءه اللي في ظهر الصوره. يبقى الصوره شايفها فيديو عادي خالص بيتحرك، بيسموها موشن بيكتشر، موشن بيكتشر، لكن في فليكر. فبتتغلب على الفكر ازاي؟ هو اصلا كده كده في السينما ما بيبعتش صوره، ده بيعرضها. قال لك انا هعرض كل صوره مرتين. هيعرض كل صورة مرتين ورا بعض، وبالتالي بقى يعرض 48 صورة في الثانية. هو بيصور 24 لكن بيعرض 48 صورة في الثانية، وبالتالي أضع الفليكر فين؟ في الموشن بيكتشر في السينما. تمام كده؟ طيب نعمل ايه في التلفزيون؟ في التلفزيون بقى بصور كام صورة في الثانية؟ 25، وعايز ابعتهم، ولو بعتهم 50 صورة في الثانية هضاعف الباند ويدث المستخدم، محتاج ريسورسز اكتر. فابتكر حاجه اسمها الانترليسد سكاننج. انترليسد سكاننج هو المفروض يعمل كام سكاننج؟ كام بيم؟ 625 خط. 625 خط، قال لي بسيط، في كام صوره في الثانيه؟ 50 صوره، 25 صوره في الثانيه. 25 صوره في الثانيه. قال لا، انا هعملهم، هبعتهم 50 فيرتيكال سكانز بير سكند، بدل ما اخافش اخليهم كام؟ 50، وهقسم كل صوره اتنين. يعني هو في السينما بعد كل عرض كل صوره مرتين، وبالتالي خلاهم 48 صوره في الثانيه يتعرضهم، وما فيش مشكله، هو بيعرض بس ما بيبعتش، ما بيستهلكش ريسورسز. تمام؟ ونفس الزمن نفس كل حاجه. لكن في التلفزيون انا هبعت. وبالتالي قال لك لا، مش هي الصوره 625 خط؟ الله، وبعرض 25 صوره في الثانيه؟ قلت له اه. قال لا، انا هعمل لهم سكاننج 50 مره في الثانيه، وبالتالي كده هقلل الفليكر لحد زي الفل، لليمت يعني مقبول جدا. قال لي خلاص هنعمل ايه بقى؟ قال لي هقسم كل صوره لاتنين فيلدز. تمام؟ اتنين فيلدز، واعمل لهم سكاننج بحاجه اسمها الانترليز سكاننج. هاخد بيم، هاخد لاين واسيب لاين، هاخد لاين واسيب لاين. يبقى الفيلد الاولاني 312 ونص خط، والفيلد الثاني هيبقى كام؟ 312 ونص خط. انا هاخد خط واسيب خط، اخدهم دي في الفيلد الاولاني والباقي اخده في الفيلد الثاني زي الصوره دي. ركز كده معايا، الفيلد ده الفيلد الاولاني، ادي واحد، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، تمام، السادس، وهكذا لحد ما اجي لخط كام؟ 312 اهو. 313 ما بكملوش، باخد نصه بس. وكمل نصنا فين؟ اهو 300، بقت خط هنا 313 14 اللي خط الرفيع ده، 15 16 لحد ما اكمل كام خط؟ 625 خط. الفرق الوحيد اللي هنا ان انا بدل ما بنزل 25 مره في الثانيه عشان اجيب 25 صوره، بنزل 50 مره عشان اجيب كل صوره مرتين باتنين فيلد. فبنزل 50 مره في الثانيه، بعمل فيرتيكال سكاننج 50 مره في الثانيه، والهوريزونتال زي ما هو، الهوريزونتال زي ما هو. كده كده عندي كام خط في الثانية؟ عندي برضو 25، 625 خط في 25 صورة، أو 312 ونص في 50 فريم و50 فيلد.
يبقى عندي 625 خط في 25 صورة في الثانية يطلعوا 15625، أو أنا عندي 50 فيلد كل فيلد فيه كام خط؟ 312 ونص. فعندي عدد الخطوط ما اتغيرش، عدد الخطوط ما اتغيرش، تمام كده؟ اللي اتغير عندي اللي الفيرتيكال سكاننج بقى الضعف، الفيرتيكال سكاننج بقى الضعف. طيب نكمل. طيب احنا قلنا انا عندي اتنين فيلدز عشان يعمل انترليست سكاننج، اللي هو سكاننج التبادلي، ياخد خط ويسيب خط، اللي سابه في الفيلد الاولاني بياخده في الفيلد الثاني، في الاخر التوتال عدد خطوط التوتال زي ما هو ما اتغيرش. كل اللي اتغير عندي بقى عندي 50 فيلد بير سكند، اللي هو الفيرتيكال سكاننج بقى الضعف. طيب ليه بقى خد 25 ما خدش 24 زي الصوره زي الموشن بيكتشر؟ قال لي عشان في ظاهره اسمها الطنين، الهم انا قلت لك عليها. الهم دي اما يكون الاوسيليتور الموجود في التلفزيون مختلف عن المين سبلاي اللي هو الباور سبلاي، يعني فيشه كهرباء، تمام، بيخلي بيعمل ظاهره اسمها الطنين، تلاقي الصوره عماله تلف. وبرضه عايز تشوفها اتفرج على فيلم بيجيب تلفزيون زمان، فاهمني؟ تلفزيون، فيلم في التلفزيون مثلا او مسلسل وبيعرض، هتشوف فيه تلفزيون عمال تلاقي الصوره عمال تلف تطلع لفوق كده. الفيديو قال فيلم او ماتش، اتفرج على اي فيلم، اي فيلم زمان او اي مسلسل زمان، جواه بقى الناس اللي في الفيلم بيتفرجوا على التلفزيون، هتلاقي الصوره عمال ترقص كده. ده اسمه الهم. عشان يتغلب على الهم ده لازم يخلي الاوسيليتور بتاع الفيرتيكال 50 زيه زي الموشن المين سبلاي اللي هو الباور سبلاي يعني الكهرباء. وعشان كده في الامريكان تي في سيستم خد 60 الباور سبلاي عندهم كام؟ 60 60 هرتز، فخلى الفيلد سكاننج 60 60 فيلد بير سكند، تمام؟ خدوا كام؟ 60 سايكل بير سكند، 60 فيلد بير سكند، بدل 50 عندنا، بدل 50 في البريتش بقى 60 فين في الامريكان. طب على الخطوط كام؟ هنا عندنا 50 فيرتيكال في 312 ونص، صح؟ هم عندهم 60 في 525 على 2 اللي هو نص الصوره، يعني هم في امريكان تي في سيستم 525 خط في كل صوره في الاثنين فيلد، يبقى نص العدد ده فين؟ في الفيلد. فاما 525 خط في 30 صوره او 525 على 2 في 60 فيلد، هيطلع على الخط كام؟ قريب قوي من الخط بتاعتنا احنا. هم عندهم 15750 واحنا عندنا كام؟ او في البريتش سيستم 15625. انا دايما بقول عندنا، يعني اقصد الخط نظام التلفزيون مطبق في مصر، النظام ده اللي عامله البريتش اعتقد الانجليز، وبالتالي مش احنا اللي عاملينه، لكن احنا ده اللي كان اقصد دايما اللي هم مطبق في مصر، يعني فبقول النظام اللي عندنا. طيب سكاننج بيريود، قال انا عندي في كل سكاننج سواء كان هوريزونتال سكاننج اللي بيعمل كل خط ورا خط، او فيرتيكال سكاننج اللي بينقل السكاننج بيم من خط لخط كده او كده، انا عندي تريس وريتريس. فاللي حاكمني دايما الريتريس، انا عاوز يرجع ريتريس في نو تايم، يرجع بسرعه جدا، وده نتيجه السيستم ايامها وال بيسموه ايه البراكتيكال ابلكيشن، التطبيق العملي اصلا، عشان البيم يرجع من اقصى يسار الصوره لاقصى يمين الصوره، تمام؟ فده اللي عمل ليميتيشن، فخد الريتريس كام؟ الهوريزونتال ريتريس 12 مايكرو سكند، والتريس كام؟ 52 مايكرو سكند. هو اصلا الوقت ده جه منين؟ انا عندي كام خط في الثانيه؟ 15625، فاقسم 1 على 15625 يطلع الوقت بالمايكرو سكند. ده كده تلاقي الوقت بالمايكرو سكند على طول، القسمه دي كده 10 اس 6 على 15625 يطلع الزمن بالمايكرو سكند على طول من غير ما احول. المهم نتيجه الليمتيشن بتاع الدوائر زمان، فكان الريتريس اقصى اقل وقت يحصل فيه الريتريس الهوريزونتال 12 مايكرو سكند،
وبالتالي بقى الهوريزونتال تريسنج 52 مايكرو سكند. نفس الكلام في الفيرتيكال ريتريس، كان اقل وقت 1.82 ملي سكند، 1.82 كام ملي سكند، وكان التريسنج 18720 من 100 من 27000 ملي سكند. لسه قايلين انه بيعمل وهو نازل بيعمل هوريزونتال تريسنج، بيعمل فيرتيكال تريسنج وبيعمل هوريزونتال، يعني هو نازل البيم نازل من فوق لتحت وبيعمل سكاننج افقي. يعني هو البيم اهو الصوره اهي بينزل كده، ده الفيرتيكال ريتريس وبيعمل سكاننج وهو نازل وهو طالع. طيب احنا دايما متفقين ان في الريتريس سواء كان هوريزونتال او فيرتيكال البيم بينطفي. طيب هو اصلا المفروض بيجيب 50 فيلد في السكند، وهو بيعمل 50 طالعه ونازله في الثانيه، وهو بيعمل كام خط في الثانيه؟ 625 في الثانيه. وبالتالي في خطوط وقتها او بيتحس او بتعمل وهو راجع في الريتريس. طب زمن الريتريس قد ايه؟ زمن الريتريس قد ايه؟ زمن الريتريس الفيرتيكال 1.280 او 21%، وزمن الخط واحد كام؟ 64. بتقسمين على بعض يطلع لك 20 خط في كل فيلد. 20 خط في كام؟ في كل فيلد. وبيعمل فيرتيكال ريتريس في كل فيلد، المفروض بيعمل كام خط؟ زمن كام خط فيهم؟ 20 خط. وهو اصلا في الريتريس البيم مطفي، وبالتالي بقى عندي في كل فيلد 20 لايت ميتين، مفيش داتا. البيم مطفي وما فيهمش داتا. وبالتالي انا عندي في كل صوره 40 لاين 40 خط ميتين، ما فيهمش داتا خالص. وبالتالي انا عندي الافكتيف اللي فيهم داتا 625 ناقص 40 يطلع كام؟ 585 لاين بير بيكتشر. ده الزمن تريس والريتريس، ده الهوريزونتال وده الفيرتيكال. 18.72% و1.28% ملي سكند. ده الفيرتيكال تريسنج، الفيرتيكال ريتريس، الهوريزونتال تريسنج، الهوريزونتال ريتريس. لما يجي يعمل سكاننج سيكونس بقى نشوف السكاننج بيعمل ازاي. ده الفيلد الفيرست فيرتيكال تريس اهو، وده الفيرست فيرتيكال تريس. الخط الاولاني بيعمل المفروض 22 خط، يعني 292.5، وفي هنا 20 خط بيعملهم وهو راجع، يبقى مجموعهم 312.5. يجي في يجيب الفيلد الثاني من اول نص هنا كده، يجيب الفيلد الثاني يجيب 292 خط، 292.5 خط، وراجع بيجيب 20 برضه طايرين، يبقى المجموع كله كام؟ 625 لاين. ضيع في الفيلد الاولاني 20، ضيع في الفيلد الثاني 20 في الفيرتيكال ريتريسنج، في الفيرتيكال ريتريسنج.